للذكر ثمار ومقاصد. وحتى تتحقق مقاصد الذكر ويجني المسلم ثماره، لا بد أن يصاحب الذكر باللسان، الذكر بالقلب، ولا يكتفي الذاكر بمجرد تحريك اللسان والشفتين. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فثمار الذكر من الخشية وزيادة الإيمان لا تكون إلا عن تدبر وتفكر. واكتفاء المسلم بذكر اللسان وحده دون ذكر القلب لا يحقق الثمار المرجوة من الذكر على وجهها، فيكون عملا ناقصا. قال ابن القيم رحمه الله: ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويكفه عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإثمار، وإن أثمر شيئا فثمرته ضعيفة. فإذا اقتصر المسلم على الذكر باللسان وحده فهل يؤجر؟ الجواب: نعم، فإن حركة اللسان بالذكر عمل صالح شغل به اللسان، وهو طاعة قولية من طاعات اللسان. فإن واطأ القلب اللسان فذاك، وإلا حصل له من الأجر بحسبه. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: وذكر الله تعالى ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان. وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. هذا مع أنه لا بد وأن يحصل له نوع مواطأة من القلب، وإن لم تكن تامة، ونوع انتباه لما يقول. ولذلك يختار الدعاء في حال، والاستغفار في حال، والذكر المجرد في حال، وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس في الذكر أربع طبقات، إحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به، الثاني الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرته فترك للأفضل، الثالث الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطبا بذكر الله، وفيه حكاية من لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله. ويقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الرابع عدم الأمرين وهو حال الخاسرين.